شدد أخصائيو التغذية على تناول مجموعة من العناصر الغذائية الصحية التي تضفي للجسم مزيدا من الانتعاش والترطيب خلال موسم الصيف، كالإكثار من الخضروات والفواكه بعيدا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وأملاح كالوجبات السريعة والمشروبات الغازية، وأيضا العصائر المحلى التي تحتوي على نسب عالية من السكر، كما ينصحون بتناول الماء باستمرار وعلى فترات لتفادي الجفاف. نتابع. مع ارتفاع درجات الحرارة يفقد الجسم الكثير من الطاقة والسوائل، لذا لابد من اللجوء إلى الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم وتزويدنا بالعناصر الغذائية المناسبة. ننصح أن الأشخاص يركزون على الأغذية اللي فيها كمية رطوبة عالية، مثل الشغلات اللي فيها نسب عالية من الماء، وتتركز أكثر شيء في مجموعة الخضار ومجموعة الفواكه. أيضا نركز على الألياف الغذائية، في ألياف موجودة في الخضار والفواكه في قشرتها، وأيضا في ألياف موجودة من منتجات الخبز كاملة القشرة، وتسمى بالألياف القابلة للذوبان اللي تحتاج إلى ماء حتى تصير لها عملية التمثيل الغذائي. كما شدد أخصائيو التغذية التقليل من الوجبات السريعة خلال فترة الصيف قدر الإمكان لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والأملاح والسكريات التي تزيد من نسبة الجفاف. مشكلتنا بالوجبات السريعة أن النصارى وعيالنا يعتمدون عليها اعتماد أساسي ويأكلونها أكثر من مرة باليوم أحيانا. هذه أضرارها جدا عالية. ليش؟ نسبة الدهون فيها جدا عالية، وبالتالي راح تسبب تراكم للدهون، ولما تتراكم الدهون راح يصير انسداد بالشرايين وبالمستقبل الجلطات القلبية. جانب ثاني عندنا هي نسبة الأملاح العالية اللي موجودة فيها. احنا جونا حار ونحتاج كميات عالية من الماء، اذا احنا ما شربنا ماء، ما عوضنا الماء، هذه نسبة الأملاح راح يفقدها الجسم مع الماء وراح نتخلص منها، يعني راح يصير عندي جفاف. كما ينصح أخصائيو التغذية تناول الماء بكثرة بأن لا يقل عن لترين في اليوم، والتقليل من العصائر لاحتوائها على سعرات حرارية تصل إلى 120 سعرة في الكوب الواحد. في بعض الأشخاص ما يحبون أو ما يستسيغون طعم الماء على هيئته الطبيعية، ما يمنع أن أنا أضيف ممكن شرائح ليمون، برتقال أو نعناع لإضفاء نكهة فقط للماء. الحين عندنا مثلا المشروبات الغازية والمشروبات العالية بالكافيين ممكن تكون مدرة للبول أكثر، فنحاول أن نتجنبها أو نقلل من تناولها، وهي ليست بديل للماء. ويفضل اختيار الوجبات التي تحتوي على ألياف عالية والإكثار من السلطات في كل وجبة، والتقليل من منتجات الألبان لاحتوائها على نسبة ماء قليلة وأملاح عالية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله مشاهدينا. كما تابعنا في التقرير، ففي فصل الصيف يواجه الكثير من الناس متاعب عديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل إلى معدل كبير، مما يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام، وخاصة الذين يتعرضون للشمس الحارقة ولساعات كثيرة. ومن توابع فصل الصيف ضرورة أيضا الاهتمام بالتغذية السليمة لتجنب العديد من المخاطر الصحية وسبل الوقاية منها جراء ارتفاع درجات الحرارة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور أحمد الشطي، المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور أحمد، نصبح عليك بالخير وسعداء بوجودك معنا. يا أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير، وكل صيف وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير وصحة وسلامة. دكتور أحمد، يعني اللي يتابع النشرات الجوية ما شاء الله يلاحظ ارتفاع درجات الحرارة خاصة هذه الأيام. اليوم ضرار العلي خبير الأرصاد الجوية يقول إن سجلنا 50 في أغلب مناطق الكويت، وتعدت 50 في المناطق البرية. طيب أنتم كوزارة صحة لكم أيضا تحذيرات من تعرض الإنسان لهذه الحرارة المرتفعة؟ لا شك أن هذا سؤال مفتوح، فممكن بداية نتكلم عن اضطرابات التعرض للشمس، وهي تتدرج ما بين ضربات الشمس إلى الانهاك الحراري إلى التشنجات الحرارية.
اكو شرائح مجتمعيه اكثر عرضه للاصابه بذلك، ونوزعهم ما بين مرضى واصحاء. نعم. اما عن اضطرابات الشمس فاحنا نتكلم عن الاهم اللي تعتبر حاله طارئه اللي هي ضربات الشمس. وهذه عاده قبل لا ندخل فيها مفيد ان نفهم ان جسم الانسان فيه مثل الثرموستات. الثرموستات هو الغده النخاميه اللي توازن ما بين الحراره الداخليه اللي تنتج عن الاكل، تنتج عن التنفس، تنتج عن المجهود العضلي، والخارجيه سواء كان هناك حراره او رطوبه أو كتمة اللي هو انعدام الرياح، فهذا التوازن اللي يصير بينها. إذا زادت معدلات التعرض للشمس وكان هناك قلة في السوائل يؤدي إلى الجفاف، هذا يأخذنا إلى ضربة الشمس. ضربة الشمس تبدأ عادة بصداع، إعياء، تكسر الجسم صح التعبير، ثم غثيان، ثم قيء، وندخل في مرحلة لاحقة ربما سهال مدمم، تدخل كذلك في الجهاز الكلى يتأثر، ربما الجهاز العصبي يتأثر، فيصير في نوع من التصرفات غير العادية، تدخل إلى الكوما أو الغيبوبة. وهني عاد تعتبر الحركة الإسعافية مهمة جدا، لأن درجات الحرارة تتعدى 40. الإجهاد الحراري أحيانا تجيب الكتمة بسبب الزحمة. ونلاحظ الفرق، احنا ايام ما كنا بكلية الطب يقول لك شلون تفرق بين الإجهاد الحراري وبين ضربة الشمس. ضربة الشمس تكون تلسع على قولتهم، الجلد حار محمر وجاف. هناك لا، تلقاه غرقان في الرطوبة لكن حار. وفي كلاهما حقيقة العضلات تبدأ بسبب نقص الأملاح، ما بين تقلصات، ما بين تشنجات، ما بين يعني عوار، ويكون عوار شديد أو آلام شديدة في مثل هذا الموضوع. هذا يأخذنا إلى الوقاية منها. طبعا مهم جدا التعويض بالسوائل، اغتنام التعويض حتى بالأملاح، تجنب التعرض من خلال شمسيات وأماكن مظللة، كذلك لابد من أخذ بعين الاعتبار اللي هو الإسعاف السريع في مثل هذا الجانب، اللي هو يعني اتصال بالإسعاف، والفترة اللي هو الانتقال من 40 أو 43 أحيانا إلى النزول تحت 39 بالتبريد وإغراق بالماء، لكن مو المثلج، التاب ووتر لهذا. والآن أكو أجهزة معينة في الأماكن اللي تكثر مثل هذه الإصابات، مثلا في موسم الحج الآن هم وايد متطورين، بحيث أن الشخص يكون موجود متمدد، مخففين عنه ملابسه، ويتعرض لتيارات هوائية ورذاذ بالماء عشان يخفض درجة الحرارة. يعني ما شاء الله دكتور، عطيتنا المخاطر اللي ممكن الواحد يتعرض فيها أثناء بقائه تحت الشمس، وأيضا عطيتنا سبل الوقاية. من سبل الوقاية أيضا، ودي يمكن تكلم عنها التقرير بشكل فياض، هي تناول بعض الأطعمة اللي فعلا يساعد على تجنب أو حتى أن ما يخلينا نوصل لهذه الأخطار بشكل. لا شك إذا كان هناك أطعمة فأنا أركز على السوائل، الماء بالدرجة الأولى والعصائر. واحنا حملات الحج الكويتيه دائما الاحظها انا، يعني عندهم خبره في هذا المجال، تخلط مثلا الالبان وبعض العصائر بالاملاح لتعويض الاملاح. اذا نركز على التغذيه، كل نوع من انواع التغذيه خاصه الخضروات والفواكه اللي يوجد فيها كميه من الماء، سواء الرقي، البطيخ، الخيار، الخس، وناس احيانا تتكلم عن البصل او البنجر او الشغلات هذه كلها. هذه من ضمن الاشياء اللي احنا نحتاج حقيقه نركز عليها، ويعني نشجعها في موسم الحراره هذه. وطيب، وفيها ايضا هناك بعض الاغذيه اللي ايضا نصحتك كاطباء بالابتعاد عنها. اهمها الابتعاد عن القهوة والشاي. القهوة والشاي؟ إيه؟ عاد هذا يعني المجتمع الكويتي كله، لأن شغل. هذه مدرات وانت بكرامة البول. نعم. فبالإضافة إلى المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. هذه كلها يعني تشجع على التخلص من السوائل. في وقت أنت تكون أحوج ما تكون إلى السوائل. صحيح. وطبعا الاعتدال في كل شيء مقبول، بس كثر من السوائل. يعني علميا يقول لك لازم الإنسان يتخلص بما معدله 1 لتر من البول يوميا.
وياخذ 4 لتر يوميا. فالان احنا في عز الصيف دكتور صعبه يعني 4 لتر يعني تتكلم عن 16 جلاس تقريبا. اي يعني تختلف في انا اعرف ناس ما تشرب حتى جلاس واحد في اليوم. صحيح. لكن هذه انت قاعد تتكلم عن حاجه احترازيه علاجيه وهذا ياخذنا الى موضوع الشرائح الاكثر عرضه للتعرض للشمس. ودي اركز يمكن تي الاطفال. الأطفال في ناحية ثقافية إحنا في الكويت من قبل كنا نحذر من خروج الأطفال في الشمس في الظهيرة، وكان في مفهومنا إذا تذكرين ما أدري يعني أنت حمارة القايلة اللي على أساس كنا نخوفهم على أساس إنه يقعدون داخل ما يطلعون. صحيح. الجانب الآخر كثير من الحوادث اللي تصير للأطفال أحيانا تكون غير مقصودة، مثلا أم أو أب يخلي الأولاد بالسيارة يروح يأخذ له غرض، فهذه سجلت بعض الوفيات في هذا الموضوع. فالأطفال يعتبرون يعني مادة هشة أو يعني للعرضة للحرارة، مدة تحملهم أقل. عندنا كبار السن، عندنا المرأة الحامل، لأن هني أنت تتكلم عن شخصين مو شخص واحد، فبالتالي يحتاج أن تكون عندها وفرة بالسوائل وتقليل مدة التعرض للشمس. كذلك عندنا أصحاب الأمراض المزمنة، والكويت ما شاء الله عندنا معدل انتشار يكاد يصل إلى أن كل رابع شخص يعاني يا أما من الضغط أو السكر، وهذا يأثر على القلب والشرايين. أصحاب يعني أمراض الرئة، أصحاب أمراض الكلى، كل هؤلاء يحتاجون حقيقة الأخذ بعين الاعتبار. أزيد فأقول أن سوء التغذية أيضا ممكن يؤدي إلى عرضة أسرع للتعرض للشمس، وسوء التغذية يشمل السمنة المفرطة والنحافة المفرطة. صحيح. فهذه الشرائح حقيقة تحتاج إلى نوع من الاهتمام وتجنب التعرض للشمس. ودوليا الآن إحنا في الكويت طلع عندنا تشريع من 11 إلى الساعة 4 11 صباحا إلى الساعة 4 ظهرا أو عصرا، هذه يمنع فيها العمل. فإذا كنا احنا نمنعها عن الأصحاء فمن باب أولى أن تمنع عن الشرع. ماذا عن العاملين في الأماكن المفتوحة؟ نلاحظ عمال، نلاحظ أيضا طلبة في خاصة انطلاق الكورسات الصيفية الحين خلص على الأبواب. أكو فرق بين اثنين، أنك أنت تعمل وتبذل مجهود جسماني عضلي يزيد الحرارة الداخلية في الجسم. صحيح. وبين أن أنت تنتقل من مكان لآخر، من موقف سيارة لكذا، هذا يعني احنا يعني أقل خطر. أقل خطر. احنا نتكلم عن تعرض تحت الأشعة الشمس تحت الأشعة المباشرة لفترات معينة. وهذا حقيقة إحنا وايد نوجه الرسالة بكل اللغات، أؤكد بكل اللغات، عربية، إنجليزية، أردو، بنغالية كذا، إنه ضرورة التجنب الشمس. لأن أنا يحز بنفسي أحيانا أشوف عمال التنظيف في الشمس قاعدين. أي والله. وأحيانا هم يعني ما تتخيل أن واحد ينظف الساعة واحدة أو ثنتين، لكن ربما تعاطف الناس وياهم هم يخليهم يقعدون عشان يأخذون تب هني وصدقة هني وكذا. لا دكتور، هو يعني هو ملزوم في ساعات عمل وأيضا عليه رقابة من الشركة اللي يعمل فيها. هذه الشركة تخالف إذا هي تصر أن هو يعمل في ذروة التعرض للشمس. صحيح. هذه عليها مخالفة من وزارة الشؤون. طيب دكتور، الحين أيضا خلنا نروح حق جانب آخر. في ناس أيضا نلاحظهم يحبون يمارسون الرياضة بالهواء الطلق، ويمكن أنت إذا مريت الحين كل منطقة فيها ممشى، تلاحظ في ناس قاعدة تمشي الساعة 4 الساعة 5 العصر. يعني نصائح، هل هؤلاء فعلا معرضين للخطر؟ لا شك. هني مرة أخرى اللياقة الصحية للرياضة مهمة جدا. التدرج في اللياقة في المشي، يعني أنك أنت إذا فجأة تريد أن تمشي ما تروح تمشي ساعة وساعة ونص. صحيح. لا، التدرج من ربع ساعة إلى نص ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة. أي. اختيار الوقت المناسب. فبالتالي إحنا دائما نشجع خاصة في موسم الصيف اللي حصل له يعني يصلي صلاة الفجر، أنه مثلا في البواكير الصباح يعمل هذه الرياضة، أو قبل الغروب أو بعد الغروب أفضل جدا من أنك تعملها في الذروة. أنا قبل الغروب جربتها من يومين، صراحة كانت حرارة شديدة. يعني خليها بعد الغروب. بعد الغروب أفضل، لأن الآن حتى المماشي ما شاء الله منورينها. نعم. وفي كمية، أنا بقدر ما يسعدني جدا أن الناس الآن تقبل على المشي في المماشي اللي في المناطق هذه. أخذنا لموضوع المدن الصحية ونساعد عليها، لكن أيضا إحنا نعول جدا على وعي الجمهور، لأن اليوم إحنا نتكلم عن 98%
إذا ما كان 99% مستوى التعليم في الكويت. نعم. فبالتالي المعلومة متوفرة بطرق رسمية أو بالنت. نعم. فبالتالي الإنسان لازم يعرف شو الأشياء اللي تحد من لياقته، شو الأشياء اللي تضع في تصنيف الشرائح الأكثر عرضة من غيره. نعم. والتدرج في مثل هذه الأمور. يسعدني جدا لما أشوفهم مثلا اللي قاعد يمشي معاه بطل ماي ياخذه بين فترة وفترة إذا الشعر بالإجهاد يقعد يرطب. وهذا يعني من ضمن الأشياء اللي درهم وقاية خير من قنطار علاج. أكيد. طيب دكتور، خلينا نتكلم أيضا عن مرضى الجهاز التنفسي أيضا، يمكن هذه الفئة أيضا تحتاج إلى توجيه نصائح معينة أيضا إلى عناية خاصة. ماذا عن هؤلاء؟ احنا لما نتكلم عن التنفس احنا نتكلم عن الاكسجين، نتكلم عن ماكينة ضخ الدم اللي هو يعتبر وسيلة للتبريد في الجسم، سواء كان سبب الحرارة داخلي او خارجي. فبالتالي هؤلاء حقيقة يصير الجهد عليهم مضاعف. صحيح. فبالتالي احنا نتوقع منهم انه يكونون في تمام الراحة ويتجنبون التعرض في ساعات الذروة للشمس. هذا ياخذنا الى موضوع اخر اللي هو عادة هم احنا نحاتيهم اكثر لما يصير مثلا عواصف ترابيه او مطريه، لان يصير في كتمه وياثر عليهم لما الهواء يوقف. هذه من ضمن الاشياء اللي احنا ايضا نعول انهم مثل ما نقول بالعام يقص الحق من نفسه، يعرف الانذار المبكر اللي ممكن يحس فيه ضيق بالتنفس او كتمه، فبالتالي يتجنب كل المثيرات مثل هذا الموضوع. ولا شك ان التعرض للحراره من اهم الاشياء. انا اشوف ناس مثلا سفر بالسيارة فترات طويلة، هذه مهمة جدا أن الواحد يتأكد من صيانة السيارة، لأن وقفة تبديل بنشر أو لا سمح الله لأي عطل. اليوم أنا أصحاء يسولفوا لي واحد من الشباب سيارة بنشر يقول بغيت أفقد وعي، فهذا هو وهو صحيح، فتخيلي وهو مريض. صح. صح. أو مريضة. هذه من ضمن الأشياء اللي الواحد حقيقة لازم يحرص عليها ويترجم المعلومة إلى معتقد ثم يسلوك صحيح جاري. أكيد. التخطيط للرحلة مهم جدا، أخذ كل الاحترازات مهم جدا، والتعامل مع أرقام الطوارئ مهم جدا. أكيد. لا سمح الله في حصول أي طارئ. طيب دكتور أحمد، ما شاء الله يعني نصائحك دائما ثمينة ومثرية. خلي أكلمك عن جهود وزارة الصحة حول هذا الموضوع. هل قامت وزارة الصحة أو فكرت أيضا بإقامة بعض الندوات، توزيع بعض البروشورات في مثلا أماكن التسوق، زيارة بعض مقرات العمل للتنبيه لهذا الخطأ أو هذا الخطر اللي فعلا يعني يتفشى في هذا الوقت وهو حديث الساعة أيضا؟ لا شك ان احنا ندرك ان الرساله لكي تصل يجب ان يكون لها ذراع ثاني، ونفخر حقيقه بالتعاون اللي صاير ويا وزاره الاعلام. انا اليوم يمكن هذا سادس لقاء خلال 10 أيام بإذاعة وتلفزيون والصحافة للتأكيد على إرسال الرسالة. الرسالة يجب أن تكون متنوعة، تستهدف كل الشرائح بكل اللغات في كل الأوقات في كل الأماكن. المسؤولية أكبر من أنه يأخذها شخص معين أو جهة معينة، لكن يسعدني جدا أن الناس قاعد تتصل من داخل الكويت وخارج الكويت، لأن هذا صج ارتفاع درجة الحرارة اللي تعتبر أسخن نقطة في الكويت، وفترة من الفترات كانت أغبر نقطة في الكويت في شهر 7 لما يصير موجات الغبار. لكن المسؤولية متشابهة والنصائح متشابهة في الخليج. نعم. هذا يأخذنا حقيقة إلى أنه وزارة الصحة رفعت مستوى الوعي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، في المستشفيات، في الطوارئ، في كيفية رفع مستوى الشك اللي هو يسمونه suspicion index، يعني أنت ترفع مؤشر الشك إذا ياك واحد سخونته عالية لابد تعرف هل هو كان داخل برا، تعرف تفرق بين واحد بسبب حمى ارتفاع درجة الحرارة أو إنه بسبب ضربات الشمس. هذه تساعد في الطوارئ في الاستعداد، سواء في توفير المياه، الفوط المبللة، الأماكن التبريد، كل هذه الأشياء موجودة. الجانب الآخر طبعا مثل ما قلنا مسؤولية المجتمع، وحنا نعتقد أنها ليست خصوصية لمن يرتدي الرداء الأبيض، لا، الأم تدير بالها على الصغير، أهل البيت ديرون على باب على شايبهم اللي يصر إنه يروح مسجد صلاة الظهر والعصر مشي. لا، هذه من ضمن الأشياء اللي تحتاج حقيقة سلوكيات صحية أكثر من أنه معلومات الواحد يعني يستأنس فيها. لا، لازم نطبقها إن شاء الله. لا شك أن جهودكم متوالية وواضحة وتصل الجميع. أكيد. كل الشكر لوجودك معنا
الدكتور أحمد الشطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، وكل صيف وانت بخير. وانت بخير. إذن مستمرين معكم مشاهدين.